كوافير ولا الاستيتيك، يعني هاد هاد لو دومين. ف اش نقول لك، كل نهار كيكون جديد، كل نهار كيكونوا دي برودوي اللي هما جداد، كيكونوا دي تكنيك اللي هما جداد، دي تكنولوجي اللي هما جداد. ف اللي مهم بالنسبه للكوافور ولا الاستيتيسيان ولا هو انه يبقى مواكب هاد الجديد اللي كاين. فالجديد اللي كاين خصوصا بعد الكونفينمون، فكان هناك واحد العزوف ديال لي كليون على 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 لي صالون على هذا. فهذاك الشيء اللي خلى اننا خصنا نحاولوا نطوروا من نفوسنا، خلينا نحاولوا نجذبوا عاوتاني لي كليون انهم يرجعوا. فهذاك الشيء علاش بدينا كان نقلبوا على دي تكنيك جداد، على شي حاجه اللي هي ما يمكنش الانسان انه يديرها بوحده في الدار، يعني ضروري انه خصو يتجه للصالون ولا ان سبا ولا هذا. دونك هاد لي تكنيك هادو كيف ما سهلوا علينا الماموريه في جذب الكليان، صعبوا الماموريه على بزاف ديال الحرفيه كيف ما كنقولوا. علاش؟ لانهم ولاو مضطرين انهم يعاودوا يقراوا، يعاودوا يجددوا، يعاودوا يديروا ميزاجور جديده باش يبقى مواكب هاد التطور اللي حاصل دابا. هاد المساله اللي لا غناك كما بغينا نقولوا، كاين بزاف في الصالونات، يعني كياخذ شي حاجه اللي هي باد جام، شي حاجه اللي هي ما خداماش، وكيقدر يبيع لا كليونت ولا كيقدر ان سيرفيس اللي كيكون بثمن باهظ، وفي الاخر كتكون النتيجه ماشي هي هذيك. يعني سواء في التلصاق ديال الشعر، سواء في لي بروتين، سواء في لي برودوي دو كولوراسيون، سواء بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان عندنا نقص كبير في اليد العامله اللي تكون بروفيسيونيل. زايد ما للاسف الضمير المهني ما كاينش، كاين بزاف ديال الناس اللي كيستغلوا الجهل ديال لا كليونت بهاد المسائل هذه، وكي كيقدر يضحك عليها في بزاف ديال لي برودوي، يبيعهم لها بثمن ناقص ويبيعهم لها بثمن زايد. اذا هنا خاص شنو كنصح لا كليونت، هو ان اولا تمشي عند لي صالون اللي هما معروفين بالسمعه ديالهم. هذه وحده، ما نقلبش على الحاجه اللي هي ناقصه في الثمن، يعني ناقصه واحد 100 درهم ولا 200 درهم على صالون اخر، وفي الاخر كنلقى النتيجه كتخرج كارثيه. دائما نقلب على لو صالون اللي عنده مصداقيه، اللي معروف بطبيعه الحال، معروف. لان شكون اللي كيهز الصالون ولا شكون اللي كيهرسو؟ سي لي كليون. الا كنتي خدمتي الان كليون وتخدمتي لها مزيان، بطبيعه الحال راه هي غادير لك بيبليسيتي مزيانه. وبطبيعه الحال الا كانت كليون اللي انت حاولتي انك تضحك عليها كما كنقولوا، راه كتخسر لونتوراج ديالها كامل. اذا لي كليون اللي باغيين يصاوبوا شي حاجه في اي صالون، كنصحها اولا انها قبل ما تمشي لهذاك الصالون تحقق من لي كليون اللي كيمشيو عنده، ماشي من انستغرام، ماشي من فيسبوك، ماشي هذوك لي باج. راه ممكن ناخذ انا اي تصويره من صالون اخر ونديرها على اساس اني انا اللي خدمتها. دائما خصني نتاكد من لي كليون اللي كيدخلوا لهذاك الصالون، لان هما اللي غيعطيوك الوجه الحقيقي لهذاك الصالون او المول هذاك الصالون. اذا كان عندك مشكل مع الصالون، فبطبيعه الحال الصالون كيخضع لواحد القانون. هذا القانون هذا كاين، يا يعني اما كتتجه للقضاء لان بطبيعه الحال هو اللي غيرد لها الحق ديالها. هذه لا الا ما لقاتش شي حل حبي مع مول الصالون. ثم كاين كما كنقولوا الامين ديال اللي كينظم هذه الحرفه هذه، فكتتجه ليه وهو كيحاول انه يصلح ما بين هاد لا كليونت وما بين الصالون اللي وقع لها معاه مشكل. وفي حاله الا كان مول الصالون هو اللي مخطئ، بطبيعه الحال غادي يعوض هذيك لا كليونت. الا ما نجحات هاد المجهودات كامله، فبطبيعه الحال ممكن انها تتجه للقضاء. بطبيعه الحال ديك الساعه القضاء هو اللي كيحدد المسؤوليه ديال من، واش ديال لا كليونت، واش ديال مول الصالون، اولا ديال الشركه اللي باعت البرودويات مثلا للصالون. اللي باغي يدخل لهاد لو دومين هذا، اول حاجه كننصحو بها هو انه يكون عنده واحد الكميه ديال الصبر اللي تكون كبيره، وعنده واحد الحب للمهنه. علاش؟ لان الا كنت داخل غير مجرد انني مضطر انني ندخل، فكون اكيد انني ما غاديش نمشي بعيد. دائما خصني نكون كنبغي هذاك الشيء اللي كنخدم، كنبغي نتعلم. لان بالنسبه لهذا الدومين، فكما قلت انت ملي كتدخل وانت تلميذ حتى كتخرج منه، يعني دائما خصك الجديد. ماشي نتعلم شي حاجه صافي ونقول انا راني وصلت، ما عمرك ما كتوصل. لان دائما التقنيات اللي كتعلمهم هذا العام الجاي كيولي وحدين اخرين، العام الاخر كيولي وحدين اخرين. دونك الا سديت عليا في صالوني قلت انا هذاك الشيء اللي عندي هو اللي غنخدم به، غدوز واحد الاربع سنين ولا خمس سنين غتلقى انك داك الشيء اللي كتخدم به كما كنقولوا اكل الدهر عليه وشارب، يعني خاصك دير ميزاجون. اذا الا بغيت ندخل لهذا الدومين، اول حاجه خاصني مستوى ثقافي اللي يكون عالي، خصني يكون عندي معرفه عامه، لان المهاره ما كتكفيش. فضروري خصني نكون كنعرف نخدم بطبيعه الحال، مي خصني نكون كذلك
كنعرف كيفاش نتحاور مع الناس، كان لان كيجيو عندي من جميع الاطياف ومن جميع درجات المجتمع، فخصني نعرف نتعامل مع جميع درجات ديال المجتمع، جميع الناس، جميع الطبقات. وهذا الشيء ما يمكنش الا اذا كان عندي واحد مستوى ثقافي اللي يكون شويه مرتفع.